ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه كتير شبو حبيب قلبي عم زوخه كوكو حبيبه شو عاملين ايه يا حبايب قلبنا؟ وحشنا كتير كتير. واليوم فيديو جديد لمطعم استكشاف انا وربنا يستر منه. قول لنا ايه هو المطعم يا عم كوكو النهارده؟ يا جماعه احنا معانا مطعم اسمه فورنيلو، ده بيعمل اختراعات كتير، قنابل، بيتزا، كريب، حاجات كده حلوه. جبنا منه شويه حاجات نجربها ونقول لكم راينا ايه. يا مسهل يا رب. والاسعار كويسه، يعني طالما انا اللي جايب لكم المطعم اعرفوا ان الاسعار كويسه. الكواليتي بقى احنا ونصيبنا انا وكيرو في الفيديو. قلت لهم عايزين ايه ولا لسه؟ عايزين 20000 لوكشر جديده في كل مكان. واللي لسه ما شاركش في القناه اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد، نجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. وهو هتروحوا اي حته. وها قد حضرت الاشياء، ولكن عندي سؤال يلح عليا وبشده. المطعم اسمه فورنيلو وصفحته على الفيسبوك اسمها فورنيلو، هو في مصطفى النحاس في مدينه نصر. الشنط اللي جايه لنا بيتزا ماجستيك، فلا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. يعني انا قلت الكيلو ايه ده احنا طلبنا من مطعم غلط؟ اتاكدنا لا هو اسمه فورنيلو. ربنا بقى يستر على المكونات اللي احنا طالبينها. هنشوف يا صف. مش بقول لك اختياري انا، اختياري هيودينا. بص يا جو، طب اتفرجوا على، بص يا جماعه الكريبايه، واتفرج على الباكينج. التطبيل ابتدى بدري النهارده. لا 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 ما عندناش تطبيل طبعا. لا 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 لا، ايه ده يا جو؟ ايه ده يا جدعان ده؟ يا رب انصرني، يا رب انصرني وانصر المطعم. طب ماشي ماشي، هنا بعد شويه كرشبات والمنيو. طب امسك، طب امسك ربنا يستر بس وما نخبطش فيه بعد كل ده. احنا ما شايفينه. بنقول اللي مبدئيا وادي بيتزايه برضو ما شاء الله، وفي برضو شويه كاتشب هنا اهم اهم من اجل المصداقيه. هنظبط الحاجه دي كلها، والروايح اللي طالعه بجد بتقول ان الدنيا جميله والاسعار برضو ان شاء الله تبقى مناسبه. هنظبط الحاجه ونرجع لكم على طول. ونبتدي اول حاجه معانا، وشكلها هتبتدي سعاده زي ما انتم شايفين كده. دي كريبايه فراخ متفجره بالفراخ، حجمها اكس لارج، فيها فراخ شيش وفراخ مشويه وفراخ بانيه وفراخ ستريبس. سعرها كام؟ 75 جنيه. طبعا بالنسبه للحجم ف لا، بصوا الحجم ايه ده، انا مدي نصها يا جماعه، مش عارفين نمسكه والله. المهم الطعم، يلا بينا يا باشا. يلا بينا. هو كيلو مش قادر يوقف والله، ولا انا بجد ولا انا، بس انا حبيت ارجع لكم عشان لقيت جواها كمان فراخ كوردون، فقلت ادوقها لوحدها. دي فيها من جوه غالبا برجر. الكوردون محشي برجر، برجر او سجق بقى معرفش، على حسب الخلطه اللي هما بيستخدموها. بس في ميكس عظيم، في كواليتي عاليه، في حلاوه، في كميه، في طعامه، في كواليتي كويس. الحاجه الزيت بتاعها مش محروق، الكريبايه مستويه كويس، الحجم بصراحه ما شاء الله، يعني الله يبارك لهم. طعم الفراخ واضح جدا، وعندك اهو فراخ مشويه كمان اهو. يعني بصوا جميع انواع الفراخ، كوردون، ستريبس، مشوي، شيش. لا يعني انبسطت، بدايه موفقه جدا. كومبين. اسمه ايه هو؟ فورنيلو. فورنيلو او ماجستيك بيتزا على الفيسبوك اسمه فورنيلو، هو في مصطفى النحاس مدينه نصر، مالناش دعوه بقى بعد كده. جميل، انبسطت جدا. طيب ايه؟ ارفع الشعار، ارفع الشعار، قيمه مقابل سعر، كميه، كواليتي، كل حاجه كل نفسك فيه. فيا رب الفيديو يكمل معانا في هذه السعاده، وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. نخش بقى على تاني حاجه يا جماعه. احنا جايبين طبعا قنبلتين، وزي ما انتم شايفين كده القنبله مقفوله مش باين منها اي حاجه، قلنا نفتحها قدامكم. فاحنا هنفتحها قدامكم واحنا وحظنا. يا مسهل، احنا عايزينها تطلع اللحوم، يا ريت التغيير، نغير من الفراخ، نتمنى ان شاء الله نيتنا سليمه يا ابني وربنا يكرمنا. يلا، فدي قنبله لحوم عباره عن سجق وبسطرمه. ده لو لحوم انت ونصي، ده لسه ما شقتش البطيخه، شق ونتاكد من السعر. طب يلا بينا. ايوه انا هجيب الاسعار جنبي. طلعتيه يا ولدي. لسه والله يا ابني معلش. احمدك يا رب. سجق وبسطرمه ب 75 جنيه صح؟ مليانه. ب 72 جنيه، 72 جنيه. يا جدعان ما شاء الله المطعم ده ايوه يا ولدي. المطعم ده كمياته رهيبه. وعليها من فوق سمسم وحبه البركه. اوكي. البسطرمه باينه والسجق هو سخن جدا يا حبيب قلبي. ثانية واحدة يبرد وندوق، وبعد أن بردت قليلا ولسه سخنة برضه يلا بينا ندوق. يلا. مزيكا والله العظيم. أنت خدت الكلمة من على لساني. الخبزة والبسطرمة
قويين قوي قوي لسه السجق ما جاش معايا. العجينه خفيفه خالص مش مضايقاني ومش حاسس بيها. لا راح هو القائد انا كده راحت معايا بس لسه السجق ما جاش لسه هاخد قطمه تاني. والله العظيم احنا موقفين بالعافيه. ايوه عشان لسه في ايتمات جايه كتيره معانا. طب دي المطاعم بجد اللي تستاهل الدعم وتستاهل انها تتشهر كسعر وكميه وكواليتي. ولكن احنا هنا برضو في قناه كرش بوي رزلين شويه. البسطرمة تحفة، الخبزة تحفة، الصوصات اللي مع السجق والبسطرمة جوه تحفة، ولكن ما الصوصات من ضمنها الجبنة، ولكن السجق المستخدم له كواليتي بس انت مش هتعرف تقفشه. احنا قفشناه وحسينا ان في حاجة ايه مش مكيفانا فوق المية في هو احنا مكيفين 100% بس احنا ايه بندور على فوق المية في المية. السجق له كواليتي وما فيهوش لحم ولكن البسطرمة من وراء العقل، فمستمتع بيه جدا ب 72 جنيه تحفه ووهم واختراع. كوكو انا هتطبق مع جوف كل حاجه. السجق على قد شويه بس التوابل برضو شغال بتديك طعم حلو مع الميكسات، فلا انت بتاكل هتنبسط مش هتحس غير ان انت مبسوط. طيب انت هتديله كام؟ انت لو بتاكله الميكس 10 من 10 الميكس مع بعضه انا هديله 10 من 10 ولكن هشيل نص علشان كواليتي السجق. انا عارف ان انا مفتري بس لا معنا. هو 9.5 برضو. طيب ما انا فاكرك انت زعلان. انت بصيت. ايوه انا هشيل النص انا كمان. هي 9.5 بس بجد انا وكيرو لسه بنقول احنا لازم احنا لما نبقى نازلين خارجين نروح نجرب هذا المطعم عند فورنيلو. بجد جميل جدا. الله يبارك لك. واسعاره وكميه وكواليتي مميزين. وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. وتعالوا نجرب حظنا مع حاجه جديده من عند فورنيلو يا رب. زي ما انتم شايفين كده دي باستا ميكس سي فود سعرها 85 جنيه. انا عايز بس يعني ادي تعقيب. هو اللي انا لسه هقوله بس لا إيه هتكلم على حاجه. هم مش باعتين شوك. لا مش هو ده اللي انا هقوله. تمام اتفضل. شايفين حجم الجمبري؟ لان في مطاعم بتاعه سي فود ما تبعتش حجمها. والله العظيم ايه ده؟ طبعا هو صغير مش كبير. لا كويس جدا طبعا. بس يعني ايه بالنسبه لمطعم ميكس بيعمل كل حاجه كريب ومش عارف ايه والكلام ده، فلا انا شايف انه حلو. طبعا واهم من الحجم الطعم. الكابوريا يا جو. ايوه شايفها طبعا متغرقه كابوريا من فوق. ما احنا هناخد ايه ان شاء الله معلقه كامله متكامله بس الشوكه دي شكلها رزله سنونها ضيقه. يلا انا جيت اخد اخر حته يا وقعت. فضلت انت معطلني لغايه ما وقعت. يلا بعد نص ساعه محاربه كيرو مع المكرونه يلا ندوق الجبنه الموتزاريلا. وهم انا مستمتع. وانا والجمبري ما شاء الله وكتير وحجمه كبير ومسكر. طب انا عايز افهم معلش بقى قول لي بقى عشان انا مش قادر اوقف. ما انا عارف. بص يعني هي الاسعار يا جماعه ما انتم احنا لما بنيجي نتكلم في الاسعار بنخاف للمطاعم تغلي. يعني الاسعار حلوه جدا ومناسبه وملائمه جدا لاي حد انه يقدر يجرب، وهم بيخاطبوا الناس وبيتعاملوا بما يرضي الله لان دي اسعار بما يرضي الله. يلا نكمل انا وكيرو فيها. انا حابب بس اقول تنويه، وجو بياكل مش قادر يبطل. لو المطعم يقدر يرخص الاسعار يا جماعه على راي جو. والله العظيم يرخص مفيش مشكله. ما عندناش مشاكل. احنا كده موافقين وكده موافقين. يعني في الحالتين هنيجي ونجربك. هتغلي انسى يا كبير انسى. حصل. طيب قايم يا باشا. لا قايم سيبني. الكابوريا الصراحه طعمها جميل جدا، الجمبري حلو جدا وموجود فعلا منه كتير، المكرونه مش مضايقاني مستويه كويس، البشاميل مع الجبنه الوايت صوص مع الجبنه الموتزاريلا وهم من ورا العقل، وتسويه المكرونه حلوه جدا. كمل. والوش كده المحروق على الوش ده عامل قلق الصراحه، كل حاجه فيها عجباني. نسمع راي جو. بجد بما يرضي الله احلى من مكرونات باكلها في مطاعم مطبخ. لا لسه انا داخل لك في مطبخ امريكي بيعمل مكرونه بنا وايت صوص ومش عارف ايه. لا دي افضل من احدى المطابخ اللي دقناها في القناه. مطابخ الاسماك دي ممكن تبقى من افضل المكرونات السي فود اللي كلناها. مستمتعين. حاطط لك العب الشعبي مع الفرنجي مع السي فود وظابط كله على بعضه، مش لاقي غلطه لا سعر ولا كميه ولا كواليتي. ارفع الشعار. ارفع الشعار. فيديو النهارده يا جماعه قنبله. انا ربنا نصرني. شفتوا الاختيارات؟ ربنا والله ده كله بفضل ربنا علينا. يا رب بس نكمل في السعاده، هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. نخش بقى على بعد كده يا جماعه. وزي ما انتم شايفين دي بيتزا تشيكن رانش حجم لارج، سعرها 98 جنيه عشان جو ما يزعلش. ايوه اصل كان عايز بيقول لي عايز اقول 100 جنيه، قلت له هي 98 جنيه. يا مسهل بس انا شكلها مش عاطفي، رفيعه قوي
ومتلحسه فراخ يعني. بصوا الرفع، بصوا الجبنه، بصوا وبعدين هي مش ايطالي يعني عشان تعمل، لا دي صمتة يا كيرو، العجينه دي صمتة. يلا بينا ندوق. ندوق المكونات من فوق، والفلفل الالوان حلوين قوي، وطعم الفراخ واضح، ولكن العجينه صمتة يعني. دي بيتزايه الفرن بالظبط اللي كنا بنجيبها بجنيه، المربع اللي بجنيه ده، بس مش وحشه، بس مش واو يعني. هنا بقى نتكلم على 100 جنيه بيتزا تشيكن رانش، ولا انا ممكن اجيبها من مكان ثاني بالسعر ده او قرب السعر ده، ازيد طبعا شويه. لا لا لا، تاني عطمه كمان، ما فعلا دخلت في العجينه اكتر من جوه، والعجينه زي ما تقولوا ايه، مكتومه مكتومه ونيه كده، فاهمين اللي هو. طب عايزين نبص نوريها لهم من تحت. انا حاسس بموضوع النيه ده، اهو بصوا من التسويه من ورا باينه طبعا. بص يا باشا، لا لا، غلطه لا تخطف. اي نعم، انت في حاجات كتيره غفرت لك ورا يعني، ما جاتش على البيتزا، بس احنا بنقيم كل حاجه لوحدها على حده. مظبوط. ب 100 جنيه بيتزايه الفراخ فيها قليله جدا، الرانش مش رانش، العجينه مش حلوه. اوت اوت اوت. احييه يا حلولي يا حلولي، كنا ماشيين حلو. بس هنرجع للسعاده ما تقلقوش. يلا بينا. طب الرقم ايه يا حبيبي؟ ما انا ما ازاي؟ معلش معلش يا لهوي، ايه ده؟ من عشرات الى صفر مره واحده؟ انا قريت على نفسي، عمال اقول انا ربنا نصرني. طيب الحمد لله انها جت على البيتزا، هنشوف اللي بعد كده معانا ايه. ونرجع تاني مع القنابل والسعاده، ودي ان شاء الله هي قنبله كوردون بلو، سعرها 65 جنيه. الله، وعليها سمسم وحبه بركه، وان شاء الله يبقى سندوشت كله بركه. اديله يا رب. امسك بتاعتك يا باشا. الله، اتفرج يا اللي ما اتفرجتش. يلا بينا يا باشا. يلا بينا. ما شاء الله، انت عندك نفس كمان. انا عندي دبل اللي عندي. انا عندي دبل اللي عنده يا جماعه. الناس دي بقى دي، ما دي فراخ هوا ودي ولا انا مش فاهم. طيب يلا بينا ندوق. يلا. ايه رايك في التركي اللي معاها؟ تحفه. التركي هنا باين قوي قوي قوي. طب هو فين التركي؟ احنا حسينا بطعمه، لكن اين هو؟ في حاجه طلعت فوق. ما انا سمعتها. ايه اللي طلع فوقك؟ نقينا على الفراخ، نقينا عليها. ماشي، نكمل، سيبونا نكمل ونرجع نديكم الراي النهائي. وكالعاده وقفنا بالعافيه. والله متعه. الخبزه ذات نفسها هو عاملها حلو قوي من ورا العقل. وهتفق مع كيرو في حاجه لما يقولها، الفراخ طبعا جميله ومتبله حلو، وكرتون كده ايه، عارفين اللي هو الممنوع المرغوب. التركي هنا عالمي. بصوا هو انا مش عارف هل هو في تركي ولا لا، هو شكله مستخدم حاجه تاني مديه طعم التركي، لان انا قعدت ابص كتير ما لقيتش تركي. ما هو ده اللي هيجنني. ازاي لا؟ ده طعم التركي. طيب لا، ما صدقني لا. بص يا باشا، بص، مفيش تركي، هو مستخدم حاجه مديه طعم التركي. انا مش عارف، هو جنان، هو الموضوع جنان. مفيش، لو اتشقلبت مفيش. دورت قبليه. لا، عامه هو عامل خلطه بتاعته يعني هتبسطك. نسمع راي كيرو علشان في حاجه هو قال لي عليها وانا متفق معاه فيها. اتفضل يا باشا. تمام. هي طبعا زي ما جو قال، هي جميله جدا، ما فيهاش اي غلطه، بس انا شايف ان كان ناقصها صوصات يعني، يحط صوص جبنه. هي مليانه فراخ، كلها كتل فراخ. الجبنه مثلا تزيد الموتزاريلا، يحط معاها شيدر، اي صوص يعني، طريقه سنه، لان هنا الفراخ ناشفه على عكس البسطرمه والسجق، كانت جوسي وجميله جدا. تدي كام؟ 9 من 10. انا مستمر مع 9.5 من 10. سعر، كميه، كواليتي، انبساط. الخبزه بتاعتهم ده حد خباز درجه اولى كمان اللي عندهم، فبجد شابوه لمطعم فورنيلو. نتمنى ان هو يعمل كمان حاجات افضل من كده، ولو يقدر يرخص الاسعار زي ما بنقول دايما، يا ريت يعمل كده. اخر حاجه هنجيب اخر حاجه للاسف، نجيب اخر حاجه ونرجع لكم على طول. ونخش بقى اخر حاجه معانا يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده، ده كريب ميكس لحوم حجم لارج مش اكس لارج، عباره عن سجق وبرجر وهوت دوج، سعره 64 جنيه، وجبنه موتزاريلا وخضار وفلفل.
هو ده كده، ده كده اللي هو اصغر من اللي فات، اللي اصغر من اللي فات تقريبا مليان نفس الحشو اللي فات ب 64 جنيه ما يعني. أوكي. طبعا مصدر اللحوم يا جماعه ما مش هقدر اقول لكم يعني لحمه بلدي، اكيد مش لحمه بلدي ولا فرنجي. يلا يا اخويا يلا بينا. مرحبا قوي. وهنا اختلف الاطباء، كواليتي طبعا جميع اللحوم قبل ما ندوقها انا وكيرو متفقين قولا واحدا انها يعني هتبقى اقل كواليتي شفتها في حياتنا. حلو شفتها في حياتنا، شفناها في حياتنا. بس برضو انت ما تضايقش، انا مش متضايق ليه، لان ده ب 64 جنيه، فانا لما اطلب حاجه مليانه لحوم قد كده ب 64 جنيه فانا من الاول ما اطلبهاش، بس انا طالما طلبتها انا سعدت بيها بالنسبه لهذا السعر. ولكن هل ارشح لكم ولا لا؟ بصراحه لا، من ابو اخر، ولكن سعر مع كميه مع هذه الكواليتي مقبول بشده يا ولدي. كوكو. طيب هو طبعا مليان مفيش مشكله، بس الهوت دوج ملوش طعم خالص، السجق احنا اتكلمنا عليه وعلى حكايته، والبرجر نفسه خالص، البرجر برضو يعني مش مجمع حاجه او مش مبسوط من الطعم. فهو مليان وكل حاجه، بس انت هتاكل مش هتبقى مبسوط، ده رايي. فما عجبنيش الصراحه. كده انا وكيرو متفقين تماما. وبصوا هنديكوا تقييم السعر مع الناس اللي بتحب الكلام ده، وهنديكوا تقييمنا من ذوقي انا وكيرو. من ذوق انا وكيرو هندي ايه؟ زيرو. زيرو. بالنسبه لبقى حد شغال بقى في الشارع وطالع عينيه ونفسه ياكل كريب وبتاعه، برضو الناس الغلابه، فده يعني يمشي مع والله هو يمشي مع الناس كلها، بس انا وكيرو لا، ممكن نجيب حاجه افضل سنه، وانت ربنا يكرمك وتجيب الافضل مننا كلنا. بينما في القيمه مقابل السعر انا ممكن اديله 6.5 من 10. مش هديله قيمه مقابل السعر، كيرو مش هيديله، احنا بنقول ذوقنا الشخصي احنا صفر، ولكن هو متكلف كتير قوي وسعره كويس، فجربوا لو بتحبوا التجارب جربوا. خلص الفيديو للاسف، والله زعلت وختمها معانا مش ذوقنا، بس هو فعلا بجد والله العظيم برضو جميل. يعني انا انبسطت، الخضار مع الميكسات وبتاع الدنيا ماشيه حالها، لكن الكواليتي طبعا تحت الصفر. عايزين ايه؟ المطعم اوفرول. المطعم اوفرول وهمني وصدمني، وبجد من فيديوهات السعيده جدا عليا. تمام. وانا بالنسبه لي فعلا انا ما كنتش اتوقع انه يبقى بالمستوى ده، لا هو مستوى حلو جدا، في سقطات بس يعني ايه ممكن تبعد عنها، انت فهمت خدت الخلاصه فتقدر تتداركها وتروح تاكل الحاجات بس اللي احنا قلنا عجبتك، بعد انبسط منها جدا جدا جدا. هو سقط في ايه؟ سقط في البيتزا، وسقط في الميكس اللحوم معاه. ما تلعبش معاه في اللحوم كتير ولا في البيتزا خالص. الباسترما بالسجق بالقنبله تحفه 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 من تحف الزمن. سبحان الله. الباسترما بتاعته جامده قوي. أيوة. علشان نبقى متفقين الباسترما بتاعته حلوه جدا. بس فانا اوفر اول بصراحه، رغم هذه السقطات انا ما بين رقمين، رقم في نص ورقم فوق. طيب انا حابب اقول يعني دايما المطاعم اللي بتتقدم مثلا كميات كبيره واسعارها قليله وتيجي تجربها تعجبك او الكواليتي بتاعها قليله جدا، فانا بحب اديها رقم اعلى حتى. يعني انا مثلا لو انا مثلا عايز اقول اديلها 5، لا انا اديها اكتر لسبب، لازم أيوة. اشجع المكان ده لان هو يعني يستاهل. بالظبط فعلا يستاهل، وبيدعم الناس وحاسس بالناس. هتديله كام؟ بالظبط انا هديله 8.5 من 10. طب انت يبقى انا هديله النص اللي فوق ال 8.5. انا ما بين ال 8.5 وال 9. يبقى كيرو 8.5 وانا 9 من 10، ومطعم يستاهل تروحوا تجربوه، وبالذات الحاجات اللي عجبتنا قوي هتدعوا لنا بجد. والحمد لله حاسس ان ربنا نصرني النهارده في اختياري. عشان كده قلت لهم عايزين ايه؟ عايزين 20,000 لايك شير الفيديو ده في كل مكان، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد، ونشوفكم على خير فيديوهات جديده. وكان معكم جوكرش بوي وكيرو. سلام.